الأمور كيف هذا؟ صحن ما كثير مشجع. ايه عنا هيك شيء. شو بيقول؟ وين الخال يشوف ابن اخته؟ ليلي بختو ليلي بختو، هي اعراض عنه. والله؟ بس مو هيك خال يعني، هذا خال شوي. احسن؟ زي ما مساء الخير. شلشتي كم سيارة كل يوم؟ مو حسن هي؟ استضفتها أطقم الضيافة الجوية العاملة على متن طائرات الخطوط الجوية العربية الليبية. لشركة الخطوط الجوية العربية الليبية، وما مرت بهذه الشركة من ظروف طبعا كانت قاسية جدا، والآن الشركة هي في طريقها إلى تغيير شامل والإعداد الحقيقي لكل أطقم الضيافة الجوية وإعادة تأهيلهم من جديد بعد الفترة اللي مرت بها، حتى يتمكنوا من أنه يشتغلوا على كل الطرازات الموجودة لدى الخطوط الجوية العربية الليبية، من طائرات بالنسبة لـ 727 أو الحافلات الجوية الإيرباص 300-600 أو 310، الطرازات الموجودة حالياً اللي سافروا عليها مسافرين معنا عبر عنا يعني هيك شرف دعوة من برنامج اسمه النادي المرئي، وإن شاء الله هذا يوم الجمعة الحلقة. مين هاي؟ مين اتصل؟ الفنان الكبير أيمن زيدان. بدءا من الخطوط العربية الليبية اللي رحبوا فينا بإقلاعنا من دمشق وحسسونا ونحن بالسفر، حسيت الحقيقة بالطيارة أني مسافر من دمشق إلى دمشق. كانوا الناس حوالي هن يعني أحبة ومضيافين، ووصلنا بالطائرة إلى المطار، وفرصة أن نحيي أيضا إدارة المطار على هذه الحفاوة وهذه التسهيلات. في المطار كان الأستاذ عطية، شرف كبير لي أنه لاقيه بانتظاري، هو والأستاذ حسن فرحات مدير الإنتاج كمان اللي غمرنا بحبه، هو وكل العاملين في المطار وحتى الأوتيل. مشوار من الحب علمني شيء أساسي، أنه لازم فعلا الفنان يكون حريص دائما أن يرقى بأعماله وجهده إلى مستوى هذا الحب اللي لقيته، واللي أنا بشوف أنه هذا الحب بالنسبة لي هو مسؤولية أكثر من أن يكون ميزة.